السادة الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع. النهاردة 28 فبراير سنة 21. مقطع اليوم سميته الإسلام سلاش يعني الإسلام أو الشيوعية الاشتراكية هي الحل. عندنا اتنين ايديولوجيتين كلاهما عايز يحل مشاكل الناس. هو ما فيش شك انه اكتر من اتنين، ولكن اتنين بيبسطوا نفوذهم بالاكراه. يعني مثلا في كتير من المسيحيين يؤمنون انهم يعني يقول لك accept Jesus in your life، يعني اقبل المسيح وحالتك هتتحسن هنا وفي العالم الآخر، ولكن مش بالإكراه. اليهودية بالمناسبة، لأن ناس كتير علقت على اليهودية إنه أي شخص ممكن يعتنق اليهودية ده في عجالة. أيوة، ممكن تعتنق اليهودية كدين تمشي عليه، ولكن ويكون عندك إيمان بيه وكل حاجة، ولكن اليهودية أكتر من دين. اليهودية هي جنس عرق. يعني أنا ممكن يكون لو عشت في اليابان أو في الصين أو في كوريا الشمال أو في كوريا سواء شمالية أو جنوبية، وعيالي يتولدوا هناك، تلقائي هياخدوا الجنسية بتاعت البلد دي، وممكن حتى يعتنقوا الدين الأكثر شيوعا هناك سواء كانت البوذية أو المسيحية أو أيا كان، ويصبحوا يعني من هذا، يعني جنسيتهم من هذا البلد، من اليابان. يقول لك أنا ياباني، ولكن انا عرقي واللي هي الدي ان ايه بتاعي مش ياباني. لو انا مصري وزوجتي مصرية، فدايما عيالي لو يتجوزوا من المصريين هيظلوا بنفس الشكل ده، ولكن يابانيين او كوريين او صينيين. فارجو ان يكون ده وضح النقطة دي. ده اللي أنا بعنيه لما واحد يقول لي أنا ممكن أعتنق الدين اليهودي. أيوة كدين، أيوة كوصايا الوصايا العشرة، أيوة، وتروح المعبد اليهودي وتصلي هناك وكل حاجة، لكن كعرق أنت لا تنتمي للعرق اللي هي الأسباط، أسباط يعقوب، الـ 12 أبناء يعقوب، أنت لا تنتمي لهم بالجنس بالعرق. أوكي، خلي نبدأ موضوع اليوم. إحنا سمعنا كتير خاصة في وقت ربيع العربي في سنة 2011 في مصر وفي كل الدول اللي هي شاع فيها الربيع العربي، إنه الإسلام هو الحل. الإسلام هو الحل، ونفسه للأسف إنه نفس الفكرة موجودة في الدول الاشتراكية، سواء كان وقت الاتحاد السوفيتي الشيوعي اللي هو كان معتنق للفكر الاشتراكي بيعتمد على الاقتصاد بتاعه على الفكر الاشتراكي، كان برضه الاشتراكية الفكر الشيوعي والنظام الاشتراكي هو الحل. وللأسف الاتنين فاشلين. يعني مش محتاجة إثبات، كويس؟ أكتر دول العالم فشلا هي الدول الإسلامية، بغض النظر عن الدول المنتجة للبترول. لأنه لو ترجع بس 70 سنة أو يمكن أكتر من كده، قبل 100 سنة ما كانش البترول ده أي أهمية، وكانت الدول دي في الحضيض.
هو اللي يعني نهض بيهم شوية أموال البترول، الحاجة إلى البترول والأموال اللي بتيجي من البترول. إن لم يكن هناك بترول كانوا هيفضلوا زي ما كانوا في الحضيض. المهم، فإحنا عندنا مثل مصري بيقول، يعني مش عايز استخدم الكلمة الأصلية عشان عيب، لو الشاطر بينفع ما كان نفع نفسه. كويس، يعني لو أنا كويس أوي مثلا في شغلي، ناس كتير هتيجي تقولي علمني الشغل ده، علمني بتعمل ده إزاي. أولادنا معظمهم اللي هو عايز ينجح في الحياة بيقولك أنا هطلع أسافر ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا، هدرس هناك وآجي عشان إيه، يبقى ليا منصب كويس، لأني عايز أدرس دراسات ممتازة، دراسات عليا. كويس، حتى من أقربائي أنا ناس راحوا درسوا في روسيا لما كانت شيوعية، اللي هي الدول الملحدة، كانت يعني لما احنا كويسين او ربنا راضي عنا بتدرس ليه عند الملحد؟ ما كان ربنا اوحى لك بهذا العلم بدلا مما اوحى به للملحد، يعني لو نفكر. المهم، كلا الايديولوجيتين بيقولوا احنا عندنا الحل، و باقي الأديان الأخرى ده دين، الفكر الشيوعي ده يعتبر دين. كويس، باقي الأديان الأخرى سواء كان ربما اليهودية والهندوسية مش كتير، لكن الإسلام المسيحية خاصة الديانتين دول يقول لك احنا عندنا الحل. المسيحي يقول لك اقبل السيد المسيح وحالتك تتحسن هنا وفي العالم الآخر، والمسلمين نفس الشيء، قول الشهادتين وهيبقى عندك أنهار بلبن وعسل ونسوان 72 حورية وجنس مفيش بعد كده بقى، وهتبقى آخر جمال. كويس، فالاتنين بيقدموا حل، لكن للأسف الاتنين ما بيقولكش هيحل ايه غير ان هما بيحلوا وسطك. كويس، ما يقولكش احنا هنحل ايه. يعني الربيع العربي ده لما كانوا خطفوه المسلمين، الاخوان المسلمين والعصابات دي، من الشباب اللي كان فعلا يتوق للحرية لانه الناس زهقت من اللي هم عاشوه على مدار 1400 سنة، ربما غير مدركين انه اللي جاب لهم الاسى والاذى ده هو الفكر الاسلامي، وضاف عليه مثلا في ستينات القرن الماضي الفكر الاشتراكي الشيوعي اللي جه من الاتحاد السوفيتي، أثر على دول كتيرة زي اليمن ومصر والجزائر ودول كتيرة اللي كانوا بيقدروا عليه بيعملوه. فكرين يعني، والقتل الأيديولوجيتين دول أكتر دول سفك الدماء على مدار التاريخ. لو الإسلام كويس ليه بتحتاج للسيف؟ يعني اللي بيروح يدرس في ألمانيا أو في إنجلترا، ألمانيا ما أو إنجلترا ما بتجيش بالسيف وتقول له لازم تيجي تدرس عندنا وإلا هنطير رقبتك هنقتلك. هو اللي بيبحث عن إنه يروح يدرس هناك. فأنت لو الإسلام بتاعك حلو قوي ما يلزمكش ترفع السيف وتقول تؤمن أو تقتل. الناس هتيجي تقولك أنا سمعت بالدين بتاعك ده بيحسن من شخصية الإنسان ومن أسلوبه ومن حياته اليومية، وأنا عايز أتعلمه. لما الناس تيجي لك كده يبقى فعلا أنت عندك حاجة كويسة تقدمها للناس. إنما الغزوات اللي حصلت دي كانت بالسيف. طبعا ناس كتير هتعرضني وتقول لي لا ده مش عارف،
رجعوا للتاريخ. المهم، الشيوعية أكثر حنكة، الدول الشيوعية أكثر حنكة، في أغلب الأوقات ما دخلتش بالحرب، أغلب الأوقات ما دخلتش بالحرب، دخلت بالفكر، الغش الفكري. وطبعا الإسلام فيه غش فكري، ولكن مش موضوعنا اليوم. الغش الفكري إنه الشيوعية هي الحل، وهتحل مشاكلك ومشاكل البشر، وهتبقى آخر جمال. واقع الأمر إن الشيوعية دي فشلت فشلت فشلت. ما فيش نظام اشتراكي. الشيوعية تعتبر دين، أما النظام الاقتصادي الاشتراكي هو يعتبر شيء تاني. فاشل فاشل فاشل. فنزويلا، كوريا الشمالية، كوبا، نيكاراغوا، أي دولة بتمشي ورا الفكر ده، يعني يقول لك اللي أنا أعرفه من ناس في فنزويلا بيقولوا لي أقاربهم اللي عايشين ما زالوا في فنزويلا بيطلعوا يصطادوا أي شيء يلاقوه، قطة، أرنب، بيسموها دوجز راتس كاتس، يعني أي كلب في الشارع بيصطادوه ياكلوه، قطة يلاقوها في الشارع بيصطادوها وياكلوها، فيران يلاقوها في الشارع بيصطادوها ياكلوها. مفيش مفيش. اللي أنا سمعته إن يعني هما بيستخدموا أعتقد البيسو هناك، العملة بتاعتهم، مثلا من 20 سنة أما كان دولة يعني رأسمالية وفيها أموال وأعمال والناس بتشتغل وبتكسب، مثلا لو كان فنجان القهوة يساوي 5 بيسو، دلوقتي ب 500 مليون بيسو. يعني لو أنت كان عندك 500 مليون بيسو في البنك، ده يجيب لك فنجان قهوة. كنت الأول مليونير. العملة انهارت لدرجة إن ال 500 مليون بيسو دي تجيب لك فنجان قهوة. العملة الورقية أصبح ملهاش أي قيمة في فنزويلا. كوريا الشمالية نفس الشيء، كل الدول دي يعني في الحضيض، مش عايزة يعني تفكير. فالدول الإسلامية بالمناسبة إن لم يكن للبترول لصارت مثل كوريا الشمالية. لو اعتنقت الفكر الإسلامي بدون بترول كانت أصبحت زي فنزويلا وكوريا الشمالية، والناس ماشية في الشارع بياكلوا اي شيء من الزباله يلاقوه، قطط، كلاب، فران، اي حاجه. فنظامين فاشلين، ومع ذلك النظامين الاكثر الانظمه فاشله يقول لك احنا عندنا الحل، بس ما يقولكش هيحل ايه وايه المشاكل اللي هي شايفها وهيحلها ازاي. كويس. طبعا احنا عارفين بسبب الانترنت الاسلام، انا عملت مقطع قبل كده انه انهار، هو يعني انهار انهار هو، بس اللي انا قلته قبل كده ان القوائم اللي هي واقف عليها الاسلام هو المبنى تعفن وتاكله السوس، وحتى القوائم بياكلها السوس، ولكنها ما زالت واقفة. ده وضع الاسلام الان. وبالمناسبة السعودية عارفة ده كويس جدا. السعودية بدأت تتجه، يعني اللي بيقرأ الأخبار كده ويتمعن فيها، السعودية بدأت تتجه دلوقتي اتجاه غير الاتجاه الديني ده خالص. وقريبا هتسمع عن سعودية جديدة. كويس. مش إن أنا بشجع على الانحراف، لا، ولكن لما تسيب الناس أحرار، اللي أنت عارف اللي عايز يقلع عريان في بيته ويعمل أي حاجة وحر، مالكش دعوة بيه.
كويس لما توري له ان الاسلام او الفكر الاشتراكي ده شيء كويس، هيجي لك هو يقول لك انا عايزك تعلمني ده وعايز اتبعه، لكن مش بالإكراه. الشيوعية والاسلام الاثنين اتخذوا الإكراه عشان يجبروا الناس يمشوا ورا التعاليم بتاعتهم، والاثنين في الانهيار. ولكن الشيوعية دلوقتي ما زال الأعمدة بتاعتها أقوى شوية من أعمدة الإسلام. هي تنهار في النهاية لأنها فكر الناس بتتمرد عليه، ما فيش واحد عايز يبقى تحت إمرة خليفة أو حاكم أو رئيس. الإنسان بطبيعته عايز يكون حر، كويس؟ والأيديولوجيتين دول أكتر أيديولوجيتين بتسلب الإنسان حريته، كويس؟ ففي النهاية خالص ما دام العامة بتستيقظ، وللأسف لم نستيقظ بعد خطورة الشيوعية والفكر الاشتراكي أو الاقتصاد الاشتراكي، ولكن في النهاية خالص الناس بتتقدم، ومع التقدم بتترك البائد، كويس؟ ولكن في النهاية هيكون فيه تمن، لأنه مثلا لو كانت الدول المتحضرة أمريكا والدول الأوروبية لم تنغمس في الشيوعية الصينية أو الفكر الاشتراكي الشيوعي الصيني وتركت الكلام ده، هو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الثمن كان هيكون أقل كتير قوي مما هو سيكون في المستقبل. وكلما سكتنا أو لم ننظر إلى ما هو يحدث في الصين وتأثيرها عايزة توصل إلى حكم العالم ككل، ويبقى فيه مثلا مش الصينيين، أنا ماليش دخل بالشعب الصيني، يكون فيه فئة اللي هي بتسمى بقى إيه الصفوة، بيسموها بالإنجليزي اللي هي الأوليغاركي، يعني فئة صغيرة جدا تحكم العالم والكل يقول سمعا وطاعة، محدش بيحب النظام ده وهينهار في النهاية، ده صحيح، ولكن المشكلة التمن هيكون إيه لو تأخرنا أكتر. أنا بعمل الفيديوهات دي وأأمل إن الناس تستيقظ ونحب نسمع منكم. سلام.